ايوه كي دايرين بخير؟ كشي هو هذا كشي مزيان. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا المقطع هذا غنتكلم معكم على الهاكر ديال فري فاير اخر تحديث. كاين بعض اللاعبين ديال لعبه فري فاير كيقوموا بتهكير الجواهر ديال فري فاير، والطريقه ديال تهكير الجواهر راها كاينه، وكيقوموا بالتشغيل ديالها العديد من الاشخاص. ولكن الطريقة ديال تهكير الجواهر راه مش غالش 100%، حيت ديك الجواهر اللي كيتهاكاو ما يمكنش الشخص يشري بيهم في لعبة فري فاير، حيت كيزيد العدد ديال الارقام ديال الجواهر. يمكن مثلا عنده جواهر يزيد واحد العدد ديال الجواهر ويمشي يتقدم من المتجر ديال فري فاير، ويتقدم من المتجر ديال فري فاير مثلا اللي كان عنده مثلا ديك العدد ديال الجواهر، واللعبة ديال فري فاير كاد حسب بلي مثلا باقي قد وقد ديال الجواهر. ولكن ملي كيتقضى العدد ديال الجواهر اللي شاحن ديك الشخص في الكوم ديالو، ملي كيبغي يتقضى مثلا شي حاجة من لعبة فري فاير، ما كد هتكونش ديك الجواهر، كيكونوا غير رقم زايدين وصافي. ما كانش مثلا عندك العدد، ما يمكنش يحصل بيهم شي حاجة من هذيك، ميمكنش هذيك بيهم، ميمكنش يحصل بيهم شي حاجة فري فاير. التطبيق هذا ديال الهاكر المهم كيتحكم في هاد الأرقام ديال فري فاير، كي هاكي بشكل ممكن، كيعطي واحد هاديك في التصويب. ممكن عنده واحد الطريقة ديال الهاكر في الهيك شوت، كيعطي واحد هاديك ديال التصويب على اللاعبين 100% هيك شوت، وكيتحكم حتى في الجرافيك ديال اللعبة، وكيعطيك واحد واحد الطريقة ديال معرفة اللاعبين في وسط الجيم فين هما بالضبط، وبزاف ديال المميزات ممكن ديك التطبيق. المهم الشركة ديال لعبة فري فاير، باش تكون براسكم عند هاد المعلومة هادي، ملي كتكتشف أي شخص مشغل على هاد التطبيق هذا ديال الهاكر، راه كتبانينو الكونت الخاص به، لكن مشغل هاد الهاكر هذايا في الكونت الخاص به، كتبانينو الكونت الخاص به. شحال من واحد مثلا كيكتشف هاد الطريقة ديال تهكير الجواهر، وكيبقى يجربها في الكون ديالو، واش كتخدم، واش ديك الجواهر مثلا اللي كيزادو كيمكن يشري بيهم شي حاجة من فري فاير، ولكن ديك الجواهر ما كيمكنش تشري بيهم شي حاجة. ملي كيمشي يجرب ديك الطريقة في الكونت الخاص به، كيبغي يشري شي حاجة من المتجر ولا شي حاجة، كتكتشفوا الشركة باللي كتسمى ماكي، ومخدم شي حاجة دلعاكم، ومخدم ديك التطبيق، كتبانيلو الكونت الخاص به. كنصحكم شي تجربوها الطريقة، حيت ديك الجوار كيكونوا غير كتسمى هنقولو ديكور وصافي، كتسمى غير حاجة تزيدهم في هاديك وصافي، واحد الحاجة كتسمى ديكور وصافي، هاد كتسمى ميمكنش يدادي كبير. ملي كي يعني كيمشي الكونت ديك الشخص اللي مثلا بغا يجرب ديك الطريقة لأول مرة، ما كنصحكمش تجربوها في الكونت الخاص بيكم. ويلا مثلا الشخص لأول مرة أو تاني مشغل هاد الطريقة هادي ديال الهاكر في الكونت العشوائي، في الكونت اللي كتعطي لعبة فري فاير تجريبي، الشركة ديال لعبة فري فاير أو كده كتباني الاي دي ديال الهاتف، و الى تبان الاي دي ديال الهاتف ما كتبقاش تشتغل اللعبه ديال الفري فاير الهاتف مره. المهم
من المعلومات ديالك ما تلقاو راسكم مصابين مع الشركة ديال لعبة فري فاير كدباني الأشخاص اللي كيشغلوا على هاكر ديال لعبة فري فاير. كاين بزاف ديال الطرق ديال الهاكر. دابا كاين بعض التطبيقات كيكون مثلا الشركة سابق مثلا بانات لشي شخص مثلا الكونت الخاص به ولا سابق مشغلوها بزاف ديال الأشخاص ديك الطريقة، وشركة سابق اكتشفت مثلا ديك التطبيق كيجي مثلا شي شخص كيمشي مثلا يعاود يجرب ديك التطبيق، والشركة مثلا اكتشفت ديك التطبيق و فهمتي باش كيجرب ديك التطبيق كيمشي الكونت داكشي كيجي بالسرعة فهمتي 24 ساعة كده. هاتولهم كيفاش انصحكم شي صافي، راه كاين بزاف ديال التطبيقات يمكن تجيب شي تطبيق تشغل هاكر راه سيد تبقى خدام واحد المدة تجيب شي تطبيق على تشغله ما تجيش تخرج وتدخل تكو. المهم كنتمنى يكون عجبكم هاد الافكار ديال الهاكر.